اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري. المطبخ المصري بيتميز بالبساطه والسهوله والمرونه وكمان الطعم المميز اللي هي الخلطه بتاعه التوابل. حبك للمطبخ، الجو اللي احنا عارفينه ده كده لما تخش ست البيت تعمل مثلا طاجن السجق البلدي بالبطاطس مدرسه. ازاي اخلي البطاطس تاخد طعم السجق والسجق يتعرف على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس؟ بالتاكيد محتاج لخبره طهويه. هناكل البطاطس ونسيب السجق للضيوف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. معايا النهارده عجينه الجلاش، وهنعمل النهارده رقائق الجلاش باللحم المفروم المخلوط بالفلفل بالالوان بسله جزر زي ما انت حابه. ممكن تعمليه بالفراخ، تعمليه بالجمبري، حاجه كده افتكاسه وفيها خبره طهويه. البنوته الحلوه والاولاد في البيت دلوقتي وفي اجازه مدارس يخشوا المطبخ يساعدوا مامتهم، دي فرصه انك انت تجيبي عجينه الجلاش وتعمليها بافكار جديده، سواء تعمليها في رقائق او تعمليها محشيه رولز زي ما احنا حابين. المادجه بتاعتنا المصريه قبل ما تودعنا، ودلوقتي هي في عز طبعا طعمها وشقاوتها والعسل بتاعها، فانا هعمل النهارده عصير او سموزي المانجا بالزبادي. الزبادي بيساعد على الهضم، مفيد جدا، بيريح المعده، بيريح القولون. وجوده مع المانجا بقى وقليل من السكر والنعناع بالتاكيد بياخدنا لمدرسه تانيه وطعم تاني خالص. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتيره في الحلقه ومعلومه غير معلومه، وتليفوناتنا على الشاشه للتواصل مع حضراتكم. بنحط ايدينا على السؤال نجاوب على طول. هنطلع فاصل صغير او تروحوا بعيد تابعوني. جاهزة لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف. تعالوا شوفوا مع بعض، انت واقفه في المطبخ مطلوب منك تعملي الاكل اللي انا بعمله النهارده. والبرنامج بتاعنا بيتميز بانك انت اول ما بنخلص الحلقه بتاعتنا الساعه 2 بالظبط ان شاء الله تقدري تعملي الاكل ده. السجق البلدي من عند اي جزار في الحاره في الشارع، اديني نص كيلو سجق، اديني كيلو حسب عدد افراد الاسره. المقادير على الشاشه. معانا بطاطس متقشره جاهزه، البطاطس بتقطعها مكعبات او كريهات، ومعانا طبعا الفلفل الالوان والطعم البصل والتومه. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي نبدا نشتغل في الطاجن ده. المقادير على الشاشه، صورها بتليفونك او اكتبيها ورايا تاني. بطاطس جميله زي الفل، هنقطعها مكعبات او كريهات صغيره عشان تتحمر في قلب الزيت. ومعانا سجق، في طريقه كده لتقطيع السجق جميله هتخلي السجق بشخصيته في قلب الطاجن. ومهم جدا وانت بتقطعي السجق لازم يكون معاكي سكينه حاميه عشان السجق ما يتهرش منك، خلي بالك. اهو انا الاول بقطع البطاطس كده مكعبات صغيره بالشكل ده كده، ومعانا بصل وتوم، البهارات قليله جدا هنا، شويه ملح وشويه فلفل. البطاطس بالشكل ده كده بنحمرها في قلب الزيت. وصلنا لمرحله التحمير اللي شايفينها حضراتكم معانا دي كده، اهي فرسان التلفزيون المصري. البطاطس هنا متلدنه وزي الفل، يعني نقدر نقول، لا نقدر نقول ان هي هنا ثلاث ارباع سوا جاهزه بالشكل ده كده، حلو قوي. وعندنا طاسه شديده الحراره على النار. انا بس بشرح كده حاجات صغيره علشان التفاصيل بتاعه الاكله. البطاطس بعد ما قطعناها بنحمرها في قلب الزيت. انا خلاص عديت المرحله دي من الشغل، هخلي دي على جنب. ومعانا البصل الحلو بتاعنا من خير ارضنا، باخد البصلايه الحلوه دي كده بقطعها كريات بالشكل ده كده، حلو. بعد ما بقطع البصل دي يا عم الشيف، التوم بتاعنا، ويفضل استخدام توم الطازه. انا مش بحب التوم البودر في بعض الاكلات وخاصه الطواجن واليخنه والحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها. هناخد البصل ده كده بشويه زيت زيتون، والله حابه تحط معلقه زبده اهلا وسهلا، معلقه زيت اهلا وسهلا حسب الرغبه. انا معايا معلقه سمنه حلوه كده عشان الطاجن بتاعي يبقى دسم زي الفل. ننزل بالبصله بتاعتنا في قلب الطاسه. مفيش مطبخ في العالم يخلو من البصل والثوم في بدايه اعدادك للاكل، طبيعي. يعني معظم الاكلات كلها سواء مطبخ مصري ايطالياني مكسيكي تشاينيز هندي ياباني، البصل والثوم ده اساسي. ولكن بصل زي بتاع مصر مفيش. هو ده، البصلايه حمراء زي الفل في قلب الطاسه، التحميره الحلوه دي كده. والبصلية بتتحمر، ادلعها. تدلعها ازاي؟ بشويه بهارات حلوين عشان عيونك ما تدمعش. ايه البهارات يا عم الشيف؟ القليله اساس، شويه زعتر حلوين،
الزعتر بيمنع الدموع، ما بيخليش ريحه المطبخ بتاعك ريحه بصل متحمر. والطاجن ده عايز شويه زعتر للامانه، سنه بابريكا وشويه كركم. انا بحب الكركم، بستغل الفرصه لاستخدامه علشان طبعا بينقي الكبد ويطهر الكبد وينشط الكبد. شايفين البصلات غير لونها ازاي؟ طبعا وبقى طعمها حلو. نوسع كده للتومه الحلوه، ادي التومه بتاعتنا الجميله، اللهم صل على النبي. تعالي يا حلوه اهي زي الفل. السجق بقى، نيجي لموضوع السجق. مهم جدا وانا بشتغل مع السجق، انا مقطع شويه مجهزهم هنا عشان وقت البرنامج بيحكمنا. ده اشتريناه من عند الجزار بالشكل ده كده اهو، بنجيبه طبعا جاهز. طيب عجينه البيتزا في عجاله كده بسرعه، انا هقولها طبعا دلوقتي كمان، وهقولها طبعا بعد ما بخلص الحلقه في اللايف بتاعنا على السوشيال ميديا عشان حبايبنا اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا ببساطه خالص. بس خلونا الاول المعلومه دي، انا مهمه جدا. السجق بجيب سكينه حاميه بالشكل ده كده، واقطع السجق مكعبات بالمصطلح الطهوي كريهات يعني. حلو الكلام. وانا عايز السجق ده ينافس البطاطس في قلب الطاجن. دي شطارتك في المطبخ، ما اعملش طاجن سجق بالبطاطس الاقي السجق اتحول بقدره تادي للحمه مفرومه ومهروس ومهري في قلب البطاطس، والبطاطس مهريه. انا عايز كل حاجه بشخصيتها، بصله مصريه بتتكلم مصري لها شخصيتها، السجق البلدي اللي تعب فيه الجزار وانت تعبت في الشراء وجبتيه له شخصيته، البطاطس اللي انا محمرها ومقطعها كريات لها شخصيتها. اعمل ايه؟ خطوه خطوه. البصلية كده جاهزه، باخد السجق ده كده اهو وانزل بيه كده اهو، مش هقلبه خالص ولا هاجي جنبه. كل القصة احطه بالشكل ده كده، واخد دول كمان، ده تقريبا كيلو اهو، قطعته كرهات صغيرة. تلاحظوا ان هم كلهم حجم واحد. تركية المطبخ والخبرة الطهوية بتقول ايه، ناخد ده كله مع بعضه كده، نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا شوية، اللهم صل على النبي. وناخد الغطا بتاعنا ده كده واحدة واحدة اهو. شوف بقى التركايه. هعمل ايه؟ شويه شقشاء ميه، اسمه شقشاء ميه، شقشاء ميه اهو بس خلاص. ونغطي الحله بتاعتي. الخبره الطهويه بتقول ايه هنا؟ كيمياء بقى، بندرس كيمياء. الطاسه على النار، تبخر الماء اللي انا حطيته اللي هو الشقشاء ميه مع السجق اللي انا قطعته. طبعا كل سجقايه متقطعه بالسكينه كرهات بالشكل ده كده، هيتبخر كل ده مع بعضه. هنفتح الطاسه دلوقتي، هتلاقي حبايه السجق دي سليمه لها شخصيتها، مش هتتهري ابدا، وتحطيها على السفره تبيتها تاني يوم تسخنيها هي بنفس الشكل. معانا البطاطس بتاعتنا الجميله الحلوه محمرينها كرهات صغيره بالشكل ده كده، والفليفر والطعم مع السجق. هننتظر عليه لمده 3 دقائق 4 دقائق لغايه لما تاخد الصدمه الناريه او البصمه بتاعتها علشان ما تتهريش. ننظف المطبخ بتاعنا ونخش على الطبق التاني. عينيا حاضر، والله البي لك رغبتك، طمعت في جمل؟ يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. السجق بشخصيته اهو، بص عليه كده اهو زي الفل. اوعي بقى تفرحي انك انت حاطه بصل على النار وبتشتغلي زي الشيف المغازي وبتعملي شو اعلامي لا خالص، اوعي تقلبيه. انا هنقلبه دلوقتي بقلب جامد اهو اهو اهو. انس يتهري فين؟ احنا بنلعب بنهزر اهو، بنفس الشخصيه اهو زي الفل. انزل بالبطاطس بتاعتي. الطاجن ده بيتكلم مصري، بطاطس متقرمشه زي الفل. عينيا طبعا تقليبه حلوه كده برضو بهدوء اه 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 براحه خالص اه. تلاحظ ان السجق بشخصيته قويه، البطاطس برضو بالقيمه الغذائيه الكربوهيدرات والنشويات اللي موجوده فيها قويه جدا، لان هي بصراحه مفيده. وسبحان الله النشويات اللي موجوده في البطاطس غير نشويات الرز، غير نشويات الشوفان، غير نشويات القمح، بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، فنستعين بيها ودايما نشتغل معاها بعنايه اهو. حمرتها في زيت نضيف نص تحميره، ادي الطاجن بتاعي خلص، اللهم صل على النبي. عايز شقشاء ميه، شقشاء ميه اهو. لا مش عايز طماطم، انا هحط طماطم شكلها مش هيبقى حلو خالص اهو. عايزها سبايس، احط فلفل حامي معانا بالشكل ده كده زي الفل اهي. سيبها تاخد غلوه، ولما تاخد غلوه غطيها برضو عشان البخار ده ما يتبخرش. انا عايزه ايه؟ يتعامل مع البطاطس، لان انا شخصيا احنا كرمه
وحضراتكم بتستاهلوا الكرم ده لما نعمل حاجة حلوة نعمل إن الضيوف تاكل منها بشياكة. أنا دلوقتي لو قدام الطبق ده هاكل البطاطس وأسيب السجق للضيوف، إيه المشكلة يعني؟ أهم حاجة الضيوف يتبسطوا. ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير وأوعوا تروحوا بعيد. تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل فرحان بالسجق البلدي بتاعنا والبطاطس كل واحد بشخصيته كأنه مقطعها لحمة كريات أو لحمة هبرة. إيه التركية هنا؟ إيه الجديد يعني؟ إيه اللي أنت عملته مغازي غير الآخرين؟ لازم نعرف الموضوع ده. السجق اشتريته من عند الجزار بياخد مرحلة تبريد، بقطعه بسكينة حامية جدا كريات، يبقى معانا بالشكل ده كده. فرسان التلفزيون المصري. آه 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 شايفة بتنزل آه عمرها ما تتهري ابدا. ياخد الصدمه الناريه بشقشقه ميه ونغطي الحله ما تخليهاش مكشوفه عشان البخار ينسجم مع مكان تقطيعه السجق، يبقى بالشكل ده كده. الطاجن ده كده خالص زي الفل مستوي، هنغرفه لحضراتكم كده سريعا عشان نشوف اللي بعده. اللهم صل على النبي. اهو يلا يلا العب. اهو هو ده. اهو ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال؟ هتاكل سجق ولا بطاطس؟ اللي انت حابه. حلو قوي.